شربي ارتاح شوي. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. مبروك، جاكم صبي، ايش بدكم تسموه؟ يوسف. يلا ينام ابني، يلا يجي النوم، يلا يحب الصلاة، يلا يحب الصوم، يلا جي العوافي كل يوم بيوم. يلا ينام. بهزل له أنا؟ لا بتوقعي، خدي نقي العدسات. راجع بكير. شوفتك تعبين، مخطوف لونك، حاسس بشي؟ ما تخافي، هلا بتحسن. فوت تلقح شوي، ارتاح تكن طلعت الطبخة. الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقوة. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أنت أنطون مخلوف؟ نعم أنا أنطون. مصدر أنت ودابتك على الصخرة، مفهوم؟ بس أنا صحتي تعبانة شوي، مش قادر على هالمهمة. هيدا أمر المير. نحن بأمر المير بس. يكون يرتاح، بكرة بيلحقكم. مشي معي هلا. Thank you.
بخصوص الموضوع اللي فتحتك فيه بريجيتا والجازة جات شي؟ حكينا لك معه قال بدها وقت تفكر إن شاء الله الخير. ممنونك يا أبونا كتر خيرك. فكرة معي. باركي يا نفس الرب باركي يا نفسي الرب. يا هلا يا هلا يا هلا. شوف يا هلا يا هلا حبيبي. شوف مين يسمك اختي. جت امي. ما شاء الله صرت شاب يا حبيبي يا حياتي انت. وينو حنا؟ نزلي عبي مي من العين. وردي بعدها اخدي على خاطره مني. تفضلوا تفضلوا فوتوا ارتاحوا جوا فوتوا. وردي وردي اهلا اهلا اهلا. تفضل تفضل ارتاح. هي بخلي تطمنص. وردي وردي هيدي انا يمي. كان حود طولتوا الغيب علينا هالمره شغلتونا بالنا. ما يشغل لك بالك اخي طنوس. بس ايش بنعمل بين بلاد بعلبك وهون كان التلج السنه كتير ومغطى الدنيا ما كانش في حدا يتحرك. وبس تخف التلج كان عنا شغل بالرزقات فلاحه وتنقايه وزرع. لك العمر بيخلص كخي طنوس والشغل ما بيخلص. عمي لحود اهلا وسهلا. اهلين كيفك يا حنا؟ منيح. اشتقت لك يا وردي اشتقت جد لك شعرك. بعرف انك زعلانه مني وبعرف انه يوسف عم بيعذبكن بغيابي لانه معود ينام عقيدي. فكرت اخده معي بس ما حبيتش فرق بيناتكن. يا ريت في اخدكن كلكن تعيشوا معي. خيبونا مكاجوس. شو قولك؟ صار من امبارح الغيبوبة. مثل ما الله بيريد. تشددوا بالرب وبقدرة قوته. البسوا سلاح الله. يا إخوتي تشددوا بالرب وبقدرة قوته. عوافي يا شاب انت من بقى كفرة؟ نعم مور. فيك تدلني عبيت المرحوم بحنا مخلوف؟ انا ابنه صغير. اهلا وسهلا فيك. انت يوسف؟ اسم الله عليك صرت شاب. انا ابو علي. انا وبيك كنا اصحاب من زمان وايام كنا نترافق سوا. راحت مره واحده على ضيعتكم من 9 سنين بالليل. الله يرحمه شو كان محب. Oh,
ام عفولة. هيدا لو من اول الدرب عم بيقحوي نح، بضل عامل حلو ساخن. إيه هلا منشوف اذا مزبوط. انا بساعده سيدنا، انا بساعده. خلينا نمشي يلا. شد حالك انطون، بس تنوصل عجبايل مننزل حمولتنا للساحة وبيخلونا نرجع ضيعنا، وانت بترجع عبقع كفرة وبترتاح بالبيت. هي ابو حنا انت اقعد ارتاح وانا بنزل الحموله، ما تعت الهم، باذن الله رح نوصل على ضيعنا بكير. هي ابو علي صدري عم يجعني، حاسس كانه سكاكين عم بتشكني. ما ألمك يا يسوع. نحن نزلنا الحمولة. خلصتو؟ يلا فلو. كتر خيرك. شد حيلك يا ابو حنا، قربنا نوصل. إلا لمرضي إني بحبها. والولاد يا ريت فيني أرجع أشوفهم ولو مرة بعد. وابني الصغير يوسف معلق فيه أكثر من الكل. بكره بس يكبر تبقى خبره عني. بس نوصل انت خبري يا ابو حنا، انت قول لمرتك بس تشوفها يلي بدك تقوله. حاسس اني مش رح اوصل. يا عذرا سلمتك روحي. لا وصلنا على الخير. قربي انطون انطون انطون. ليلتها
مغفيت كل الليل ولا نسيت ولا كلمة قليها. وأنا يا عم بو علي هيدا أول مرة بحس حالي هالقد قريب من بيا. شو مري الديس يا شباب لايك الديس خدوا البركة خدوا البركة. شفنا يا يوسف. يا يوسف وينك رايح؟ عنغارة يا علينا. طب ليك جت لفكرة بلا ما تروح اليوم ماشي معنا. سمعنا امبارح بالقديس ابونا من يوصي لايكو يا اولاد بلغ الحمص بالعودة يلي عند يوسف اوعى حدا منكم يغزي عليهم. احنا كنا ناسيين انه ابو يوسف زي رحمه كتر خير البونة والفيا. ايه روح روح بدي اشوف رح تطلع لك من هالمغارة بالاخر. بلكون زرع لك شوية حمص بهالمغارة ونحنا مش عارفين. ابنكِ مجروح مؤلم وهو من أجلي تألم أعطيني منه نصيب أيتها الأم القديسة اجعلي جروحات وحيدك في قلبي من طبيعة. لك يا أبل بعده لحقنا مش سمع صوته؟ شو في؟ شو بكون؟ هذا أبو يوسف شافنا انفال كلب الجعار علينا. لا شو مأزي؟ كل شي استحقنا البان حمص رح عينه شو لايقة؟ الله يرحمك يا أنطون. وإيش يعني؟ لازم المرأة تموت ورا جوزها حتى لو كان بعض صبية. أي والله والله ليه بقتلوا اللحوت بدت الخوري؟ من زمان ما عادش لحوت صار اسمه الخوري عبد الأحد. بعرف بعرف مش قليل عروسته الحنة مثل القمر الله يوفقه بيستاهل. أخته كوني جوزت عبد بشهر ونص مش من زمان. يلا بكرة بيجي دور بشارة ووردة ويوسف. بعد الدنيا بألف خير.
عيوقة لزق عيوقة لزق. بس يا يوسف صار وقت التبشير والغدا. يا هلا. ملك الرب بشر سيدتنا مريم العذراء فحبلت من الروح القدس. السلام عليك يا مريم يا بنت الأبناء، شمس العمر ولت عالي غيابة. صار لازم نرجع، تكون وعيت غالية، صار وقت لدعاتك. سلام ديت. صحة وهنا يا يوسف. نفخ طيبة بعد الأكل. تعرفني ما بستطيبه. بعرف، بس يا خيي الله خلق الحياة فيها لذة وانت بعيد عنها. لي 3 سنين مجوز مبسوط مع مريم. ان شاء الله بضلك مبسوط يا خيي. يوسف اللي أبدأش بيعرف شو الطعمة. مش قولك بسيدة. سيدة بنت كتير طيوبة بس مش إلي. انت شتلقت قديش بدايك؟ ناطرة منك ولنه اشارة؟ الحياة زي اللي كلها يا خي، ما بيبقى غير وجه الله بالدنيا. الله يرحمه وينجينا. سمعنا الجرس عن يدق حزن، عرفت مين مات؟ دور مين اليوم؟ انطون ابن الياس، ابن 20 سنة، رياضي عين الشباب. اسرار الله ما فينا نفهمها. قبل ما نفهم خليني نروح وصل هالكيسان الكلس تنرش الجتة فيهم قبل ما الهوى الاصفر يقشنا كلنا. يا محلا يا بغنطوس. سكابا يا دموع العين سكابا شمس العمر والتعالى. نحن مش ولاد هالدنيا، لو كنا ولادها كنا بقينا فيها. يلا يا خالي شو بتوصونا؟ الله معك يا خالي، ما تخليناش نشتاق لك. خالي شلت لك شوية طين مطبوخ فيهم طعمة ايدين امي. يسلموا ايديكي وايدين امك. سلم لي على خالي بونا غصين. وصل سلامك. يوسف وين؟ عنيس هالزرعات بشارة ندهلوا ليوسف. لك حنا خاطر عبالي قلو اليوسف يرفقني على طريق الدير. اشباك سكر يا خيلي قلبي نقزني، يمكن اذا راح يوسف على الدير ما يرجعش. ان شاء الله تكون دعوته الرهبنة. في شي بالعالم احلى من رفقة الله؟ ايش كيوسف كنت عم اسأل خيك اذا بترفقني على طريق الدير. ايه خالي من كل بد، لحظة بس تهي حالي.
مرحبا يا أخ. شايفك ظهر مدير بكير، شو غير وقت الصلاة اليوم؟ لا الصلاة ما خلص وقت. نيح جاي من بقى كفرة وعطلين هم أوصل على الوقت. أنت مستعجل توصل وأنا مستعجل فل. ترك الدار خيي؟ صار لي فترة بالابتداء كل يوم شغل وصلاة وصلاة وشغل تعبت. مش الحياة برا مش هيك؟ لا أكيد مش هيك. برا ما في أوامر ما في طاعة، بشتغل ساعة البدي بصلي قد ما بدي. الحرية أحلى هدية يعطينا إياها الله، بس لما يدعينا على الدار بنترك له إياها مبسوطين. الحكي اللي عم تقوله هين كتير صعبة، كتير صعبة. بمحبة يسوع ما في شي صعب. الله يرزق على الدعوت. أنا مش دعوت. طالب من الدائرة يا يوسف. جاي اطلب مجد الله وخلاص نفسي. انا عارف بالشقة كله وقادر على الحمل بقوة الله والعذراء وصلاة اخوتي الرهبان. وبركتك يا ابونا الرئيس. مدام استعدادك طيب اهلا وسهلا فيك، والله يثبتك بدعوتك. ابونا دانيال بهنيك بيوسف. قدامه مشوار بعيد، بركتك ترافقه. إذا سمحت بونا دانيال، ممكن تقدمه لمعلم المبتدئين؟ ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمسيك سفي رحمتك امحو مآثمي. ابتدى مبارك يا شربي. مبروك يا شربي. أمي ما بقاش تعز بتجي. سبا قلت لك على البيت مش راجع. البيت مش تقلك والرزقات كمان والله ما عم بتروح من بالنا. خي يوسف برحمة بي رمانا على البيت. أختي أنا بطلت يوسف، صرت شرب. ضل سكريم بصلاتك. تنظر أمك إذا حاسس إنه مناش دعوتك رجع معنا على البيت، وإلا وعدني تطلع راهب مليح مثل خويلك. Thank you.
خيبونا شربي بندهلك الطبيب. يزوح يوسف شب حلو مثلك دعاني كن راح ربي يسوع. الأشياء اللي عم تصير فيه أهم بكتير من الأشياء اللي عم تصير معي. علمني ميز دايما بين التجربة والفرصة. ولا تتخلى في تجربة لكن نجينا من الشرير. أمين. دايما مع الله دايما مع الله دايما مع الله. برخمور بن الرئيس مجد لله. دايما لله. خير يا ابني معلمي بن الرئيس. انا الاخ شاربل هربت من دار ما يفوق امبارح بالليل من دون علم حدا. فسر لي أسر معك يا ابني. خبرني ليش فليت. أخ شربل وين؟ معلمي ما بعرف وعيت وما لقيته مدري وين راح وأخذ أغراضه معه. بدي أبعد عن تجربة عن الشر. معك حق يا ابني بس أنت بتعرف إذا المبتدي فشح يعني إذا ترك دايره بدون علم المسؤول عنه ممنوع أي داير تاني يستقبله. بس أنا بعد ما سمعتك وعرفت السبب اليوم رح ودي خبر للرئيس العام تيسمح لك تكفي مرحلة الابتداء هون عنا بعنية مع أختك مبتدئين.
قلبي تشوف ابن شربل جون الريس وطلب اذنك ورضاك. اختي انت عارفه انه الاخ شربل ندر صار من جمهور الدار، لكنه انقطع كليا عن اهله وضيعته تيكون كله رقمه. بعرف يا محترم بعرف، بس ببوس ايدك خليني اشوفه ولانه مر. اعوذ بالله يا اختي، انا ما عندي السلطه لا اجمع ولا فرق ام عن ابنه، رح ابعت لك حدا يشوفه. اخ شربل، ابونا الريس بيقول لك امك برا وحابه تشوفك. يسوع شربل، اروح امك. أمي خليني أشوفك، خلي عيوني تشبع منك. ما تخافي يا أمي، إذا ما شفتك هون منشوف بعضنا بالسما. موت الحسرة بقلبي، ما تحرمني هيك من شفتك. يوسف يا روح أمك، خليني ضمك لصدري بعد مرة. يا أمي ينام ابني، يلا يجي النوم، يلا يحب الصلاة، يلا يحب الصوت، يلا تجي العواج. معلم بونا ليشع، بونا الحبيس، أخشار. أنا الأخ شربل. أخ شربل بهالوقت؟ أهل الأخ شربل فوق. خير إن شاء الله، شو القصة؟ أمي يا بونا ليشع، أمي كنت هون، أنا كنت كتير قاسي عليها ما خليتها تشوفني. قوي قلبك، قوي قلبك، يسوع بذاته وجع قلب أمه كرمال بيو السماوي، كان عمره 12 سنة وقتها بتذكر؟ عم تبكي؟ قوي قلبك. جيت بدي احكي لك عنه، عم حسه كأنه ما بقى عنده فكر إلا يفكر بالله، ولا عنده لسان إلا تيحكي عن الله، ولا عنده صوت إلا تمشي الله. أنا راهب بالدار فيها الفضائل كلها وأكثر من هيك،
الأخ شربل كتر منه متعبد وإيمانه قوي وبيصلي بخشوع العوام بالدائر عملوا مثلي. صار إذا الواحد حس بصعوبة وما قدرش عليها يصير يقول شو أنا فاكرين الأخ شربل. حاسس بدك تطلب مني شي يا خيي؟ ما كل عمرك تقرأ لي بفكري. عندي طلب غير كتير كتير على قلبي. بدي منك يا بونا العمط الله تنقل الأخ شربل على دار كفيفان مع الإخوة الدارسين تيتهيى وشركه. شهادتك يا خيي كافية، وتأكد أنه من هاللحظة الأخ شربل صار بين الإخوة الدارسين بمدرسة ماري بريانوس بكفيفان تيجمع العلم بالقداسة. تنفهم أكثر سر إيماننا بالثالوث الأقدس، مار يوحنا الرسول برسالته الأولى وبالإنجيل الرابع شرح السر بثلاث جمل صغيرة وبسيطة. الله محبة، يعني عن الله الآب. الله نور، يعني عن الابن الوحيد الرب يسوع. الله روح، يعني عن الروح القدس. خي يوسف، سمعت لنا شي عن ثورة الفلاحين عنا بكسروان؟ لك ايه، اليوم بالتحديد في شي 20-30 شاب من عندكم من درعون التحقوا بطنس شاهين وحرقوا بيوت المشايخ بغسطة وهجرون على بيروت. وضحايا، راح ضحايا؟ يا يسوع، كل زعيم بهالدنيا مفكر حاله انه هو محور الكون كله. علمنا يا رب انه صليبك هو وحده محور هالكون. عايش نحن عتلانين هم وخايفين، ما زال الله نور وروح ومحبه رح يقل عقله حسبنا كم سيجاره. القصه انه اذا عرفوا فينا اكيد رح يشحطونا من الرهبنه. منصير مثل خوري يلي ضيع شبيته، قال لي منيح اللي طلعت منك ما طلعتش مني. دخيني يا عم دخيني. ضل يعلمونا ثلاث اربع سنين بسنيات مدرسه، معلمنا امبارح مدبر مع انطلق، قال ما تبلش شيء على الارض اذا ما انتهى بالسما. وبيقول كمان بنفس المعنى ما تمشي بطريق على الارض ما بتوصل على السما. بس اللي عم تشوفه بالرهبنه لا له علاقه لا بالقداسه ولا بالمثاليات. لازم نعرف نميز بين الحياه بالرهبنه والخلاف على السلطه بالرهبنه. كرمال هيك معلمنا المدبر بيقول الرهبني هيك كانت وهيك رح تبقى، والشاطر بخلص نفسه. نهاية عدوى القسمة وصلت لعندكم، مش ناقصكم إلا العصي للخبيط. بونا، كلمتك الشاطر بخلص نفسه ما فيها كتير من الأنانية؟ امبارح شرحت لكم مثل يسوع عن الوكيل الداهية بنجيل لوقا فصل 16، وقديش تزاكى تخلص حاله وعمل مصلحته بأمور هالدنيا. تتذكروا كيف بآخر المثل يسوع تأسف لأنه شاف قديش هالإنسان بيهتم بمصالحه الأرضية الفانية وما بيهتم بحياته الأبدية. كرمال هيك أنا قلت لكم الشاطر والذكي. بونا الحبيس، بونا عرفتني؟
أنا الحكيم نجيب. شد حالك شوي، لازم تتغذى تتنشط. اعمل معروف، اعمل لي أكل شوربة يا أبونا، وحط بقلب حبتين خضرة، لازم يتغذى حتى يتنشط. سلامة قلبه. عرفت لنا حكيم شو سبب هالعارض؟ نتيجة إرهاق وتعب وأساوى على حاله كل هالسنين. صحيح، ما كان يعرف الراحة إلا قدام القربان. معلمي بونا مكاريوس، أنا نازل دغري على الدائر هي الشوربة. معلمي بونا شربل، كرمال الله تفضل. بونا الرئيس بذاته وصاني انه لازم تاكل. هاي جناديوس، انا راح اجيب لك حجار. معلمي بونا شاربل، انا بساعدك. هاي جناديوس، راح العمر خطيرنا. يا خي جاجورو، شريعة ربنا بعرق شبينك تاكل خبزك. شباب غرر الوقت، خلوا لي ابونا شربل يساعدنا نكفي الجبل لسه ما تروح دعين. عتبت قلبي ونصباي
وقصة في حور بستاني ونصباي. يا ربي لا تموتني وانا صباي، ولا تحرمني الشمات الهواهي. يا باي يا باي يا باي، وما حلى الصبايا ينسموا قلوبنا، ما حلى الصبايا اي حنا. راح يصير الظهر، عمول معروف وصال جبنا الغدا من الداير. لك ايه يا عمر دينك؟ لك هيدا حكي على دلعونا وعلى دلعونا، خي حنا عجل جاعت لبطونا. اول خطي كانت شراها بجنة عدن الله جزاها، ويا ريت من قدر نقعد بلاها، ما كنا هلأ عم نعرق هونا. يا ريت من قدر نقعد بلاها، ما كنا هلأ عم نعرق هونا. الله يأجركم يا شباب، خلص النهار. كمان اليوم السينا لابونا شرب طول النهار بلا أكل. شافح صلنا سليب خنه ونطورا لليو دي مومو مريو ألو. فسار الشهيد 20 أمينا والدماء تسيل من رجلي وهو صابر يقول مصيبتنا كلها مع الحاكم التركي رستم باشا. كل همه كان يخلف رهبان دار مرز حية مع بعضهم ومع كل أهل المنطقة. ايه بدو يحللوا الجو، بدو يحكم وحده، بدو يتحكم برقاب الناس. بعد رسالتين، أول وحدة لجمهور دايرنا كلها مديح وامتنان، وبعد رسالة تاني سمعنا خبر من ناس مقربين من رستم باشا. رسالة تاني بسب فينا، ايه بسب فينا، وبيطلب من الرئيس العام وبيلح علي انه يبعت كل واحد منا عداير ويبعدنا عن المنطقه. شو بيقوم بيعمل رستم باشا؟ صم اللام يرمصن شقيد هشك، بيدفش رئيس الدائر، بيدفشو. هون طار عقلي من راسي، كيف بيهددنا بهالطريقه؟ حليت زنار الجلد عن خاصري ونزلت فيهم خبيط، وبلمح البصر كل واحد منا فك الزنار عن خصره ونزلنا خبيط برستم باشا وبالعسكرية اللي صاروا يردوا على صوت الصريخ. عملنا لهم قتلة. شو بدي أخبركم؟ من كعب الدست جربوا الرئيس يهدينا بس أفيش فايدة. خلصت القتلة، هربنا من باب خلفاني ورجعنا على الدايخ. ولك عفاكم ما قصرتوش فيهم. بس هو كمان ما قصرش فينا. أول ما وعي من القتلة بعت علينا فرقة كاملة من العسكر مدججين بالسلاح. تحدوا حرمة الدائر، فاتوا علينا، ربطونا، أخذونا أسرى، بهدلونا، جرجرونا ورا الحصن.
بدي اوصف لكم منظر الرهبان اخوتنا من كل قديرة جبال والبدرون مجمعين على جسر المدفون. كنا تجمعنا انا واخوي من قديرة كتير، طرحنا صوت، ضقينا الجراس وتجمعنا، قررنا نعمل شيء تنخلص اخوتنا يلي جررنا العسكر التركي على سجن بيت الدين. صبنالهم كمين على جسر المدفون، ولما وصلوا على الجسر طبينا عليهم بلمح البرق من كل الجهات وطشنا فيهم. خلصنا قسم كبير من اخوتنا اللي هربوا بالحراش القريبه، بس العسكر كانوا اكثر منا بكثير وكلهم مسلحين. نحن اثنين ثلاثه منا كان معنا بوريد، وهي المعركه دايره بشوف عسكري تركي نازل خبيط بخي الراهب سمعان بكعب باروتو. خي سمعان المسكين ملقوح على الارض ورفع ايديه وهو عم يترجى العسكري، برفع باروتي على كتفي تقوصه، ما بعرف شو مسكني على ايدي وجمد لي صبيعي كأنه صوت وقال لي ما طوّس هجوم وخلص خيك. بمسك باروتي من بوزة وبهجوم، بس لحقت وصلت كان العسكري عم يطلق النار على صدر خي سمعان. حتى اشعت بعيوني، حتى اشعت الدنيا قلبت سودة. ضربت العسكري الكعب البارودي حتى غاب عن الوعي، وقع على الارض كفيت عليه كم ضربة. بلتفت بلاقي خي ازحية قريب مني تيابو مخزق او منصاب، بركض لحده بسنده وبهرب انا وياه. وهيك الواحد من اخوتنا الرهبان خلص واحد او اثنين، بس اللي ما قدرنا خلصناهم جروا حبس بيت الدين. الله يكون بعونهم، ما حدا بيعرف شو مصيرهم. والرهبان اللي ماتوا رجعنا لملمناهم وحملناهم على الديور القريبه. والعسكر احتراما للموتى حطيناهم بجوره وطميناهم. وخينا سمعان اخوتنا اللي من دايرك في فان اخدوا معهم لأنه قريب. مش معقول، شي ما بيتصدق، غريب. شفتوا؟ صدقتوا؟ صار مثل ما قلت لكم حرفيا، خلصنا راهب من مال وخسرنا راهب من تاني مال، كمان تسببنا لأخواتنا اللي جرون على الحبس بالإهانة والتعذيب ويمكن الموت لأنه بدو ياخدوا طارهم منا. الحق علينا، كان لازم كل الرهبان ينبونا وينزلوا معنا، مش بس اثنين ثلاثة من كل داير. مع كل هالخسارة انتو سجلتوا بدمكن شهادة للتاريخ انه الظالم ما له محل ببلادنا. بونا شربل، برأيك نحن طايعين يما خارجين عن الطاعة؟ اخوتي يسوع بيقلنا بالانجيل
لا تقاوم الشرير، واللي بيضربك على خدك اليمين درله الشمال. بس هو بذاته لما ضربه الخادم قدام رئيس الكهنة قيافة ما درله خده التاني، طلع بعيونه وقال له: يا صاحبي إذا كنت عم بحكي غلط حسبني على غلطي، بس إذا كنت عم بحكي صح ليش عم تضربني؟ فإذا إلنا حق نطالب بحقنا. يا خيي، ما فينا نقاوم الشرير بنفس الطريقة اللي عم يستعملها الشرير ضدنا، ولا منصير مثله أشرار. يا أخوتي، نحن ما قلنا غير الصلاة، لازم نصلي ونصلي كتير تنعوض عنا وعنه. خيي فرانسيس، إذا بتريد عبيلي سريج زيت. هلأ بهالعجقة يا خيي شربل، أنا كتير مشغول. بعدين بعدين. اغفر لي خيي كرمال المسيح. عمي بونا شربل، أعطيني السريج بس يروح الأخ فرانسيس، أنا بعبيلك إياه. من تعمل؟ ما خصكش، هادي مصر. ممنونك يا ابني، سلم دقيقة. معقول؟ معقول؟ المي بتضوي؟ ايش عم تعملوا هون اولادي؟ اشو معقول معقول؟ شو عم سمحنا يا ابونا الرئيس، طلب منا ابونا شربل نعبي له زيت السراج، وبدل الزيت عبينا له سراج ومي. معقول؟ شفنا السراج ضوى. ايش عم تحكي؟ بنا الرئيس خير إن شاء الله. خيبونا شربل، رجع ضوي لي هالسريج تشوف. باركني خيبونا شربة، الله يقدسك يرزقنا شفاعتك. هيدي هي العجيبة يا أخوتي، مثل ما سمعتوا وانتو بتعرفوا انه خينا ابونا شربل من زمان حابب يدخل محبسة، وبتعرفوا انه كان علاقة عميقة بالمرحوم الحبيس ابونا ليشاع اللي كان يتمنى انه يصير ابونا شربل حبيس من بعده. والمحبسة مناش مكافأة، المحبسة استحقاق وجهاد طويل، واليوم ربنا اعطانا علامة. اش رايكن نرفع مكتوب باسم مجمعنا الدائري القدس قبل عام
ونطلب إذنه وبركته. ريشة خي ريشة، لا تخاف يا خي، لا تخاف. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. بسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. تفضل خي ريشة، اشربوا لأنه بلع. لا تخافوا، الله بيحبنا، بيحب خينا ريشة بإرادته. إيش في؟ نشكر الله عليك يا ابونا شربل الحبيس، الله أعطانا إياك بركة. مينك انت يا ابني؟ واجابك بالطقس؟ اخي بطرس، روح دبر له شي مداس ناشف لبسه اياه باجراي.
بترجيك بترجيك تقله لأبونا شربي يسمع اعترافي. يا أبونا القديس، بدي أعترف لك، بدي سمع صوتي وخطيتي لكل الناس وأطلب الغفران. تخيلك اسمع لي اعترافي وتشفع لي عند ربنا ليغفر لي. كنت صغيرة، بنت 16 سنة، جوزوني غصب عني لرجال ما بحبه. بي جبرني وهددني بالقتل، خفت هربت مع رجال تاني. أنا حبيته، هو استغلني ورماني، تركت بيتي وعائلتي واسمي وصرت وحدي. يا أبونا القديس، وحدي خايفة وضايعة. الخوف صار يدفعني من رجال لرجال. اعتقدت انه العيشة بالخطية رح توصلني للسعادة. اكتشفت انه ما عطيتني الا التعاسة والحزن، القلق، الفراغ. روحي عم توجعني يا أبونا القديس. بدي توب، بدي لملم نفسي وجسمي وتوب. انت فيك تساعدني، بدي أعوض عن حياة خسرتها. يا أختي توبي توبي صادقة، الله بيغفر لك. عودي بحياتك الحاضرة عن الماضي، كوني المثل الصالح. أنا رح وفي القانون عنك. قولي فعل الندامة. ربي وإلهي، أنا نادمة من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية. ولكن بالأكثر أنا نادمة لأني أخذتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة. بيت كارمل محبسة بشهو. يسلموا هالدياد بونا شربل. نشكر الله.
علمونا الحبيس بالرئة. معقول واحد بيشتغل بالكرم كل حياته ما بدوق منه حبة عنب وحدة؟ صار لي عمر عايش معه ولا مرة شفته ضيق حبة عنب أو شرب بلعة خمر إلا من الكياس المقدس. مشيت معك مشوار العمر كله قصتي بلشت من 45 سنة كم موسم الأس خيرتي بدي قلك أنا ما استحبست مثلك ولا ترهبت يا أبونا شربل بس كنت مصالحة بعيلتي وجودك هون حتى بحب أعمل كل وجباتي الأخيرة عن يدك خي بطرس. قوانيننا الرهبانية تفرض أنه نقرأ قانون الحبسة مرة واحدة بالسنة وقت الأكل. قريلنا يا إذا بتريد. لا يتناول الحبيس طعاماً إلا مرة واحدة في اليوم الساعة 14، ولا تكون وجبة طعامه
إلا شكلا واحدا، يمكن أن يضاف إليه شكل آخر من البقول أو الزيتون. صار لي 5 أيام عم حاول وما طلع بإيدي شيء. فيي قلكن إنه الطب صار عاجز. ما إلنا غير الله. اسكندر، نط مثل الطائرة حصانك، جيبونا الحبيس ليصلي له. ونا شربت شبيك المريض حالته خطرة، خلينا نعجل تنوصل. اسمع عم بيقولوا مات. مع مين عم تحكي بونا شربل؟ ليش عم تقول هيك؟ مع مين عم تحكي؟ خلونا نصلي عن نفس خينا جبرائيل لأنه مات. بونا الحبيس تأخرنا كتير، خلينا نعجل قبل ما يفوت الأوان. ما عاد في لزوم كفي معكم لأنه المريض توفى. خي بونا شربة، لازم تابع السير معهم، تعطن لأمر بونا الرئيس. يا عن شبابك يا ابني، تركتنا بكير. ليش يا الله ايه هيك؟ ليش تأخرتوا يا ابني؟ اي ساعت؟ الساعة 9. ايش صار؟ صاحب نزلت علينا زعقة. كتر خير الله. الحمد لله على السلامة. بونا شربل. روش 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 نشوف. يا حضرة دخيل شايك. بونا شربل. خي بونا شربل. بيك شيء؟ صار لك شيء؟ لا. ايش صار؟ ولو انت ابونا شهدي على القليل كنت طفيت البدله والشراشه. ليش؟ ايش صار؟ منين هالحريق؟ ان شاء الله ما صار لكم شيء. الحمد لله على سلامتك خيي ابونا شهدي. Thank you.
هلا هلا ارفع ايدك واعطيني حلي.